بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على البيم اسيسمنت فورم، ودي النهارده نتكلم سريعا، وان شاء الله تبقى في محاضرات طويله جدا نتكلم فيها بالتفصيل. الفكره كلها ان انت تقيم الشركه، تقيم الاشخاص. انا لما بقيم شركه بتبقى بحيات تام، ممكن شركه تاخد صفر، ما عنديش اي مشكله خالص، لان انا ببقى عايز اعرف احنا فين ونوصل لفين. مش معنى ان صفر يبقى الناس الفاشله وانا بغلط فيهم او بشتم فيهم، بس دي حقيقه. يعني انا بتكلم مع واحد بيقول انا بيب مانجر، بقول له شغال بقى كود، يقول لي يعني كود. مره بيب مانجر في شركه كبيره يقول لي يعني ايه البيم، يعني هو اصلا مش عارف يعني ايه بيم، بس هو البيم مانجر. فمحتاجين وقفه نعرف، وممكن نوصل ان احنا وصلنا لصفر، مش عيب ولا خالص. عيب ان احنا نضحك على نفسنا ونقول ان احنا 100% ووصلنا ليفل 3 في البيم. يعني ليفل 3 في البيم مفيش حد وصل في العالم، وتلاقي ناس كاتب لك في السي في ان هو وصل ليفل 3 في البيم، وتقعد معاه تلاقي مش عارف يعني ايه الفرق بين ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3. والموضوع بسيط، يعني هتلاقي تحت الفيديو بعض الفيديوهات تشرح لك القصه دي كلها بالتفصيل، تمام؟ فالموضوع لا هو سر ولا الموضوع لوغاريتمات ولا بتاع، الموضوع بسيط جدا، تمام؟ طيب احنا النهارده ناخد نموذج، وان شاء الله المره الجايه ناخد نموذج بتاع دكتور السكر، وناخد بعض النماذج التانية ونشوف حاجات حلوه، ونبدا نشوف كل واحد فيهم المزايا بتاعتها ايه والعيوب بتاعتها ايه. والنهارده ان شاء الله هنمر سريعا على الوثيقه ديت اللي هتلاقيها تقدر تحملها ببلاش مجاني من تحت الفيديو، تمام؟ هنا اول حاجه بتكتبها اسم الشركة ايه، اسم الشخص اللي بيملى الفورم ايه، التليفون، الموبايل، الايميل، الموقع. وتبدأ بقى تسأل نفسك شوية اسئلة، ولازم تكون صريح مع نفسك، ما تكذبش، لان انت لو كذبت هتفضل في نفس المشكلة. يعني لو احنا قلنا لا ده احنا بنطلع الموديل 100%، واحنا اصلا ما عندناش اصلا برنامج يطلع الموديل، او مش فاهمين سيستم، يبقى كده هتفضل الشركة زي ما هي. لا انا اطلع التقرير لرئيس الشركة ان احنا التقييم بتاعنا 5% 3%، ونعمل 1 2 3 عشان نوصل ل10%، والمرحلة الجاية نوصل ل50%، يعني نبدأ نشوف المشكلة ونبدأ نحلها. بنبدأ بقى نسأل نفسنا هل انت شغال على البيم ستاندرد ولا لا. لو يبقى زي الفل، لو لا ترجع بقى لايه، البروجكت تيم ليدر، تقول له احنا عندنا مشكلة في النقطة دي، نحلها ازاي، تمام؟ هل انت شغال بالكود العالمي البي اس 1192 بتاع 2007؟ هل انت شغال بالكود مثلا لو انت في البيم 1192 ل 2013 و 2015 و 2016؟ تبدا تشوف الاكواد ديت وتبدا تفتحها. هل انت شغال على الار اي بي اي بلان اوف ورك ستيج؟ هل انت فاهم يعني ايه موديل استراتيجي؟ هل انت فاهم الليفل اوف انفورميشن او الليفل اوف ديتيل؟ يعني احنا ممكن نكون كلنا بنتكلم، بس احنا اصلا مش فاهمين يعني ايه الليفل اوف ديتيل. يعني ليفل ال او دي، ليفل او دي اللي عندك التفصيل، بدل ما اودي الحاجه للعميل فيها كل التفاصيل، لا ده انا ببعت له على مراحل بحيث تكون حاجه سيمبل الاول، لو هو موافق عليها اتدخل فيها التفصيل اكتر. وفي ال او دي 100 200 300 400 500، تلاقي في ال او دي 350. فلو احنا كتبنا في العدد ال او دي 350، ايه تعريف ال او دي 350؟ لا ده انا ممكن اكتب ال او دي 300 واقول له بس هتزود لي 1 2 3، او اقول له ال او دي 400 بس في حاجات مش هتتعمل. يعني قصدي ان يبقى في فهم للليفل اوف ديتيل، وفهم الحاجه اللي مطلوبه مني، وفهم للتفاصيل، تمام؟ نبدا نسال نفسنا بعض الاسئله كده، تبدا تقرا الحاجه وتبدا تشوف هل في الحاجه دي موجوده عندك ولا لا. هل الفريق عندك فاهم يعني ايه كاد تولز؟ هل الفريق عندك مجهز ان هو يشتغل بالسوفت وير اللي عنده؟ هل هو فاهم يعني ستاندرد الفريق كله؟ الاريا اوف بيم هنبدا بقى نشوف الديزاين كونستراكشن انتليجنت 3 دي موديل، على سبيل المثال ارتكشر ستراكشر. بنبدا نشوف بقى ايه، هل هو فاهم البنفيت، وهل هو فاهم البروجكت كومان ديزاين اليمنت اند برودكت. لو احنا بنتكلم على مثلا اللينك السكادول، هل هو فاهم ايه بي هيطلع ازاي، البي او كيو السبورت، الفايف دي ديزاين، هل في فهم الموضوع ده واضح ولا مش واضح؟ لو مش واضح ندور عليه ونجيبه ونفهمه، يعني لا عيب ولا حرام. المشكلة ان احنا نفضل مش فاهمين، وان احنا بنطلع حاجات بدون مشاكل فيها مشاكل. الفاسيلتي مانجمنت، هل احنا عارفين ايه هو
الاوبريشن مانجمنت، هل احنا عارفين سي اي سي اي اف ام؟ طيب لو احنا بنتكلم على سيفتي بلاننج، ان شاء الله في كاتب مقاله كامله على البيم سيفتي في قلب المجله في العدد ال 18 اللي نزل قريب. تمام، الروف اكسس، هل في احنا مغطين بحيث ان محدش يقع؟ السبيس، الفيوتشر سيف اوبريشن، الحاجات ديت هل فيها فهم وهل في مشكله ولا الموضوع واضح ولا احنا فين من القصه دي كلها؟ سبلاي تشين مانجمنت، الحاجات هتيجي امتى وتروح امتى؟ السيموليشن انرجي، البروكيورمنت، كل التفاصيل ديت لازم تبقى الناس فاهماها والموضوع واضح. بنبدا نكتب في كل مشروع، بنبدا نكتب التايتل بتاعه والكونتاكت التليفون، الحاجات دي كلها بنبدا نملى الوثيقه ديت. بنبدا نشوف القدره على البيم بتاعتنا، البيم معناه ايه بالنسبه لنا، معناه ايه بالنسبه للمنظمه، مفهومه يعني ايه، معنى ايه فكره البيم. والله البيم ده موضه، الناس كلها بتقول ان احنا عايزين بيم، فاحنا مضطرين ان احنا ندخله الشركه عشان نعرف ناخد مشاريع. خليك صريح واكتبها، تمام؟ لا ده هيفيدنا في كذا. طيب انا مش عايز من البيم بس غير ان هو يعمل لي الحصر، او انا مش عايز من البيم بس غير ان هو يعمل لي الكلاشات. فنبقى فاهمين ايه هو مفهوم البيم وايه فايده البيم بالنسبه لنا، وهل المنظمه عندها بيم ستاندرد ولا لا، هل الشركه موافقه على البيم، هل في تعارض، هل الشركه مش عايزاه، هل في ناس بتعارض فكره البيم. يعني كل الاسئله بتجاوبها بحيث ان احنا قاعدين وفاهمين ومتفقين، هل الشركه متجهه للبيم ولا مش متجهه للبيم. لو مش متجهه للبيم خلاص بنشتغل معماري وكده عادي ومفيش مشكله خالص. تمام، البيم مش هو الاسطوره عشان نبقى بس ايه صراحه، لو حاجه عملت لي نفس الحاجات اللي يعني بتديني نفس الامكانيات، بتديني نفس الجوده وفي تواصل بين الناس وبتديني بتحل لي المشاكل بسرعه، يعني الكاد مش هنقول ان احنا هنسطب عليه ببرامج بيم، بس لقيت ان هو حل لي الحاجات اللي انا عايزها في المشروع دوت ومش محتاج حاجه اكتر من كده. يعني المشروع مثلا ما فيهوش مش محتاج فيه كوردينيشن ولا محتاج فيه حصر ولا محتاج حاجه خالص، هو محتاج بس ان انت ترسم حاجات تو دي، خلاص اعمله بيم. المهم ان هو يحقق لي الحاجه اللي انا عايزها باقصى قوه وباقصى سرعه وهيحل لي المشاكل، خلاص ما عنديش اي مشكله خالص. فانت بتبدا تكون صريح مع نفسك، البيم لا هو ابويا ولا اخويا، بس هو الفكره كلها ان هو فعلا بيحل لنا مشاكل كتيره. تمام، فانت بتبدا تملى الورقه ديت وتقعد مع نفسك، وممكن يكون في معاك واحد بروفيشنال او متخصص في البيم يبدا يقول لك ايه الحاجه اللي تعملها عشان تحسن النتيجه بتاعتك او تخليك فعلا من الشركات اللي هي تقدر تاخد مشاريع بيم وتعملها بطريقه كويسه. تمام، ده فيديو سريع، ممكن بعد كده تلاقي حاجات تفصيلا، لان الموضوع اسيسمنت ده الواحد عمال يقرا فيه كتب كتيره، ونتمنى ان شاء الله ان هو يكون سهل وبسيط، واوعدكم بقى فيديوهات اقوى باذن الله وحاجات تفصيليه باذن الله.